عايز اخدك لحياه كريمه. حياه كريمه مؤسسه كبيره، والمؤسسه الكبيره دايما عندها استمراريه، استمراريه في تقديم الدعم العلمي على سبيل المثال والمعنوي، بما ان احنا بنتكلم على الثانويه العامه والنهارده اول يوم وما الى ذلك، ففي استمراريه في ده. نجح قبل كده لو تتذكروا مشروع تقدر في 10 ايام السنه اللي فاتت في العام الدراسي اللي فات 22-23، نجحنا في ده عن طريق حياه كريمه، وكان ليه مردود ايجابي جدا جدا جدا، وكان مهم جدا في مساعده الطلاب بشكل اكاديمي، يخفف كمان من عليهم وعلى اهاليهم تحديدا الاعباء الماديه عن اولياء الامور. استفاد من المشروع السنه اللي فاتت تقريبا ما يزيد عن 88,000 طالب من طلبة الثانوية العامة، وبالمناسبة في كل محافظات القطر المصري. استمرارا لده، لهذا النجاح، واستمرارا لهذا الدور الرائع اللي بتلعبه مؤسسة حياة كريمة علشان خاطر طلابنا في الثانوية العامة وعلشان خاطر أولياء الأمور، فقامت بتنفيذ المشروع للعام الثاني على التوالي 23-24. حياة كريمة توسعت بهذا المشروع، فهتلاقيه بيتضمن مكونات جديدة، منها زيادة الدعم المقدم للطلاب وأولياء الأمور، مما لا شك فيه ده شيء شديد الأهمية، وخصوصا للفئات المستهدفة من أهالينا الذين يستحقوا هذا الدعم. وبالمناسبة كلنا في مصر، سيبك بقى من مين يسار ومين يمين ومين مش عارف ايه، الكل في مصر، الدولة، الشعب، الأحزاب، الكل يعلم جيدا ان هذه الفئات هي الفئات الأهم من حيث اهتمام أسري، اهتمام مجتمعي. يا جماعة احنا بنقلل قدر الاستطاعة من حجم الأعباء المادية الكبيرة إلا على الأسر المصرية. طبعا خلي بالك انه هذا العبء بيشكل ضغط شديد على الأسرة من ناحية مادية، على الجانب السلوكي للأسرة وللطالب، القدرة التحصيلية للطالب لأنه شايل الهم برضه، يعني ما أنا ما أقدرش أقول لك إنه يعني حاطط إيده في المايه الباردة زي ما بيتقال. المشروع السنة دي كمان بيركز على بعدين مهمين جدا، البعد الأكاديمي وده مكون من مرحلتين، والبعد النفسي وتفاصيلهم يعني ممكن اقعد احكيها لك بسرعه كده. المكون الاكاديمي ده بقول لك انه زي بيتكون مرحلتين، المرحله الاولى هي ان انا اقدم لك او يعني المبادره تشتغل على المراجعات المسجله لكل وحدات المنهج الدراسي في كل المواد خلال شهر مايو. حلو؟ طيب. وكان عددها 16 ماده. واستفاد منها بقى المره دي كم طالب؟ تعالى بقى اقول لك. 178,617. المرة اللي فاتت زي ما كنت بقول لك احنا استفاد منها تقريبا اكتر من 88,000 طالب، المرة دي 178,000 طالب وزيادة. زيادة قد ايه؟ 617 زيادة. طيب. المرحلة الثانية اتعملت فيها بقى المراجعات وحل نماذج الامتحانات والاسئلة وكل الكلام الجميل ده. كل الكلام ده لمين؟ للتعليم العام، لأولادنا أصحاب الاحتياجات الخاصة وتحديدا كمان المكفوفين. ده كان خلال شهر يونيو الجاري اللي أنا وإنت يعني عايشينه دلوقتي. استفاد من المرحلة دي قد إيه بقى المراجعات؟ 15,697 طالب من طلاب الثانوي العام، و300 من طلاب أصحاب الهمم تحديدا من المكفوفين. ده بالإضافة البعد النفسي. البعد النفسي ده بقى عبارة عن إيه؟ مجموعة من الفيديوهات إرشادية توعوية موجهة للطالب ولأسرته، جلسات إرشاد نفسي عن طريق زوم، خط ساخن لمساعدة الطلاب على مواجهة الضغوط. أعداد المستفيدين بقى من الجزء أو المكون أو الشق النفسي قد إيه بقى؟ 345,495 طالب وولي أمر. فيصبح المستفيدين إجماليهم من المشروع في العشر أيام لدعم طلاب الثانوية العامة وأسر هؤلاء الطلاب قد إيه يا سادة؟ طلبة وأولياء أمور 675,109 ما بين طالب وولي أمر. شيء رائع الحقيقة. خليني أخد معانا على التليفون دكتور أمل غنيم، منسق حياة كريمة في محافظة المنوفية. ازيك يا دكتور؟
اهلا اهلا استاذ يوسف، عاملة اهلا ايه وسهلا يا الاخبار؟ بحضراتكم، اهلا واهلا بيكم وسهلا بالقناه الاولى وجمهورها. اهلا بيكم. اولا خليني يعني اشكركم جدا على البرنامج اللي انتم عاملينه لطلبه الثانويه العامه واولياء الامور وكل الاكاديمي، شيء ومهم ورائع. بس مساله الجانب النفسي دي حاجه عظيمه جدا، وسؤالي هو التركيز على الجانب النفسي ده، يعني ايه اللي خلاكوا فكرتوا فيه؟ عاده يقول لك احنا عايزين نخلي الولاد يراجعوا، عاوزين نخلي العيالات تفهم، نعمل لهم مراجعات، كل الكلام ده، لكن مساله الجانب النفسي دي حاجه مهمه، ايه اللي خلاكوا فكرتوا فيها؟ طبعا احنا معانا مبادره تقدر للسنه الثانيه على التوالي، الحمد لله، يعني احنا نفذناها السنه اللي فاتت بالفعل، ويمكن يعني مريره بخبره سابقه زي ما بنقول كده. وبما اننا برضو كنا ثانويه عامه قبل كده، فلقينا ان اكتر حاجه بتضغط على الطلاب هو الجانب النفسي، بقى بتضغط على الطالب، بتضغط على ولي الامر، طبعا بتضغط على البيت ككل، على المدرسه، على المدرسين. فلقينا ان الثبات الانفعالي للطلاب اهم بكتير من الماده العلميه اللي احنا بندرسها، فقلنا طب ما نعملها بالتوازي، يعني نقدم ماده علميه، كنا بنقدم شرح على طول فيس تو فيس وشرح اونلاين، وكان بيبقى موجود مدرسين داخل المدرسه عشان لو في حاجه، كمان كان في مذكرات PDF كده بنبعتها للطلبه عشان لو حابب يراجع مره ثانيه وثالثه قبل الامتحان. الجانب النفسي بقى الطالب اللي هو ازاي يستقبل الثانويه العامه، ازاي اعصابه تبقى هاديه، ازاي يستقبل الاسئله داخل الامتحان، ازاي ما يتوترش، ازاي يبدا يهديه، مش هو بس كمان، ده احنا اشتغلنا على اولياء الامور، يعني ازاي نوفر للطالب بيئه مناسبه، ازاي ما نضغطش على اعصاب الطالب، دايما نقول ان كليات القمه 1 2 3 4، لا ده انت متميز في اي مكان هتثبت صح. نفسك فيه وموهبتك هتكون فيه. فيمكن بدأنا نتكلم معاهم ان هي اعصاب اكتر ما هي شطاره. فده اللي لفت نظرنا من السنه اللي فاتت، ان لا الطلبه كانت متوتره، كانت مشدوده عصبيا، الاهالي نفسهم كانوا مشدودين. يمكن السنه دي حقيقي في الماده العلميه شفنا ثناء الحمد لله من الطلبه ومن اولياء الامور، وقالوا قد ايه احنا حسينا ان الدوله حاسه بينا، وان انتوا كحياه كريمه جنبنا، وهم في الاول وفي الاخر اخواتنا، يعني هتلاقي كل بيت لا يخلو من ان يكون فيه طالب ثانويه عام. فحرفيا فكره ان انت حاسس بيهم، متواجد وسطهم، فكره ان احنا برضو وفرنا الماده العلميه داخل مكان مجهز. عايزه اقول لك، لا احنا شفنا كده خليه نحل كانت شغاله مننا، من مديريات التربيه والتعليم، من المدرسين اللي موجودين. عايزه اقول لحضرتك ان واحنا شغالين اساسا كان في مدرسين بيروح طب احنا ممكن نيجي نحضر وهم مش مسجلين معانا اساسا، عشان نفيد طلابنا، عشان نفيد ولادنا. لقينا مصر فيها خير كتير قوي يا استاذ يوسف بجد، يعني ربنا يتمها على خير والله ويطمنا على حقيقي. اولادنا. النهارده كنا اللهم معاهم في امين. امتحان التربيه الوطنيه والدين، ومعاهم ان شاء الله يوم الاربع في ماده الاقتصاد والاحصاء. بنتمنى لهم كل الخير، ويا رب نكون قدرنا يعني نعمل اللي علينا زي ما بنقول. لا قدها وقدود دايما يا دكتور ايمن، ربنا يوفقكم يا رب.